استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الشأن المحلي الهادفة للمزيد من التنمية والتطور في مملكة البحرين. وخلال اللقاء أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيدا بجهود سموهما الدؤوبة لتطوير منظومة العمل الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة لكل ما فيه خير للبحرين وشعبها الكريم. وأكد جلالته أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التطوير بعزيمة أبنائها وإسهامهم الفاعل في ترسيخ دعائم مسيرة العمل الوطني والبناء على ما تحقق من مكتسبات هامة في كافة الميادين بفضل من الله تعالى وجهود أهلها المخلصين.